هنا التقويم أعرف التوحيد، أعرف التوحيد. إفراد الله وحده بالربوبية والألوهية والأسماء والصفات. إفراد الله تعالى بالألوهية والربوبية والأسماء والصفات. بعد كده هنا بيقول لي عدد أنواع التوحيد، هما التلاتة دول: الربوبية والألوهية والأسماء والصفات. يبقى الربوبية والألوهية والأسماء والصفات. بعد كده بيقول لي ضع علامة صح أو إيه أو خطأ أمام العبارة، يعني نوصل ألف من العمود ألف للعمود باء. لا خالق إلا الله، لا خالق إلا الله، دي توحيد إيه؟ توحيد الربوبية، توحيد الربوبية، أضعها رقم واحد هنا. طيب، لا نذبح إلا لله، دي توحيد الألوهية، نحط هنا إيه؟ اتنين. بعد ذلك الله هو الكريم، دوتي مثال لتوحيد الأسماء والصفات، الأسماء والصفات. يبقى بالترتيب من تحت، واحد بعدين ثلاثة وبعدين اثنين، كما نرى في الحل أمامنا. نمسح هكذا. انتهينا من درس اليوم وهو التوحيد، وتعرفنا على معنى التوحيد: إفراد الله في ربوبيته وألوهيته وأسمائه وصفاته، وأنواع التوحيد: الربوبية والألوهية والأسماء والصفات. لا تنسى تفعيل الجرس ليصلك كل جديد من مواد الصف الرابع و من الصف الأول حتى الصف السادس، والاشتراك في القناة. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الفراغ، السؤال الأول: توحيد الألوهية هو إفراد الله بالعبادة، إفراد الله بالعبادة. توحيد الألوهية يسمى توحيد العبادة، لأن يعني كل مبني ومنصب على العبادة. يبقى إفراد الله بالعبادة هو توحيد الألوهية، يسمى توحيد العبادة لأن كله عبادات. هنا أصل العمود ألف بالعمود باء. الحج عبادة لا نتقرب بها إلا لله، الدليل: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. هذه رقم واحد، نوصل دي بدي. طيب، الصلاة عبادة لا نتقرب بها إلا لله،
حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين. الدعاء عبادة لا نجعلها إلا لله، وقال ربكم ادعوني أستجب لكم. هذا هو الترتيب الصحيح. الحج عبادة لا نتقرب بها إلا لله، ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. الصلاة عبادة لا نتقرب بها إلا لله، حافظوا على الصلاة على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين. الدعاء عبادة لا نجعلها إلا لله، وقال ربكم ادعوني أستجب لكم. هكذا نكون قد انتهينا من هذا الدرس. إن شاء الله المرة القادمة توحيد أهمية توحيد الألوهية. تحدثنا عن توحيد الألوهية، المرة القادمة سنتحدث عن أهمية هذا التوحيد. ولا تنسى الاشتراك في القناة، تفعيل الجرس، ولايك إن أعجبك الفيديو. وجزاكم الله خيرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أستدل بدليل واحد على أهمية كل مما يأتي. من أهمية التوحيد أن الله خلق الخلق لأجله. الدليل: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. نقول قال الله تعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. من أهمية التوحيد أن الله أرسل الرسل عليهم السلام لأجله. وما أرسلنا من قبلك من رسول وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. لا إله إلا أنا فاعبدون. وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. هذا هو الدليل. أصل من العمود ألف ما يناسبه في العمود باء. دليل إرسال الرسل من أجل التوحيد وعبادة الله وحده. ولقد بعثنا في كل أمة رسول أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. هنا رقم واحد: جميع الأعمال لا تقبل إلا بالتوحيد، ولو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون. هنا رقم اثنين: هذا نهاية درس اليوم. نذكر أهمية التوحيد: خلق الله الخلق لأجل التوحيد، أرسل الرسل وأنزل عليهم الكتب لأجل التوحيد، جميع الأعمال لا تقبل إلا بالتوحيد. أهمية توحيد الألوهية، هذا هو الذي جعل النبي صلى الله عليه وسلم يمكث في مكة 13 عاما يدعو إلى التوحيد. لا تنسى اللايك والاشتراك في القناة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. فعل الجرس ليصلك كل جديد. توحيد ينكرون توحيد الذي تحدثنا عنه الآن. كان المشركون ينكرون توحيد الألوهية، ينكرون توحيد
الألوهية. ويقرون بتوحيد الربوبية، ويقرون بتوحيد الربوبية. ما حكم من صرف العبادة لغير الله تعالى في الدنيا والآخرة؟ أقول له في الدنيا مشرك شرك أكبر، مشرك شرك أكبر في الآخرة، يخلد في النار، يخلد في النار. هكذا نكون قد انتهينا من درس توحيد موقف المشركين من توحيد الألوهية للصف الرابع الابتدائي. لا تنسى تفعيل الجرس والاشتراك في القناة والتعليق واللايك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. توحيد الربوبية هو الإقرار بأن الله تعالى رب كل شيء ومالكه، مالكه وخالقه ورازقه رازقه ومدبره، ورازقه ومدبره، رب كل شيء ومالكه وخالقه ورازقه ومدبره. بعد ذلك هذا آخر تدريب. كان الناس في عهد النبي صلى الله عليه وسلم يقرون بتوحيد الربوبية، الدليل رقم واحد. ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض وسخر الشمس والقمر ليقولن الله، فأنى يؤفكون. طيب الدليل، الله هو الخالق. الدليل، الله خالق كل شيء، الله خالق كل شيء، الله هو المالك. قل اللهم مالك الملك، قل اللهم مالك الملك. هذا هو الترتيب، 1 3 2. في الختام لا تنسوا اللايك وتفعيل الجرس والاشتراك في القناة يصلكم كل جديد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عبادة ليس كاتبينها الآن، ولكن سأكتبها لكم مرة أخرى. كل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأفعال الظاهرة والباطنة، كل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأفعال الظاهرة والباطنة. طيب دليل، دليل الأصل أمام، أضع أمام العمود باء ما يناسبه من العمود ألف، أضع أمام العمود باء ما يناسبه من العمود ألف. دليل المحبة، والذين آمنوا أشد حبا لله. هذه رقم اتنين، رقم اتنين دي اللي هي تبقى رقم واحد، ونوصلها أفضل. دليل الخوف، ولمن خاف مقام ربه جنتان، دي تبقى رقم اتنين. دليل الرجاء، فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا
صالحا. التوصيل مع الكتاب. أظن أننا قد انتهينا بهذا الحل. لا تنسى اللايك والاشتراك في القناة وتفعيل الجرس، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أنواع العبادة. العبادة نوعان: عبادة ظاهرة، عبادة باطنة. ما الفرق بين العبادة الباطنة والعبادة الظاهرة؟ العبادة الباطنة لا يطلع عليها الناس، يكون محلها القلب ويطلع عليها الله كحب الله والخوف منه. هذه معنى العبادة الباطنة. العبادة الظاهرة يراها الناس، مثل الصلاة والحج، وتكون أيضا لوجه الله تعالى، ليس فيها رياء، أو حتى لا يقال عنك أنك تصلي أو تحج، لابد أن تكون مخلصا فيها لله عز وجل. هذا الفرق بين العبادة الظاهرة والعبادة الباطنة. وهكذا نكون قد انتهينا من هذا الدرس. لا تنسى اللايك والاشتراك في القناة والدعاء لنا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. العبادة أول شرط هو الإخلاص لله. الشرط الثاني المتابعة لرسول الله، المتابعة لرسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني يكون عمل كما فعله الرسول صلى الله عليه وسلم، لا زيادة ولا نقصان. متى يكون ترك المحرمات عبادة لله؟ إذا تركناها طاعة لله وخوفا من عقابه، ليس خوفا من عقاب الشرطة أو من عقاب الناس، لا، تركناها طاعة لله وخوفا من عقاب الله، لا، ليس من أجل الناس. من كان من أجل الناس يسمى رياء. كيف تتحول الأعمال المباحة إلى عبادة؟ إذا نوينا بها الطاعة لله، إذا نوينا بها الطاعة لله. وإلى هنا نكون قد انتهينا من هذا الدرس ومن مادة التوحيد للترم الأول. لا تنسوا اللايك والاشتراك في القناة والدعاء لنا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.